هذا اذا نتعامل مع الصوت الاوديو كيف نتعامل بالفريم صوت الاوديو، اول شيء ننزل باكج اسمه فريم اوديو 205، هي نعمل لها كوبي، انا عامل لها كوبي بيست بس اجيكم نحطها تحت الكوبرتين ايكون، حط فريم اوديو 205، كمان ننزل باكج فريم عشان نتعامل الالعاب. الباكج الثاني هي فريم، هي 182 ننزل عشان نتعامل مع الالعاب. هلا بعدين ننزل لتحت، لتحت عند الاسيتس لازم تكون الشحطة هي عند الاس الثانية بالاسيتس، وعندنا الفولدر هو اسيتس سلاش اوديو كمان فولدر هذا، وتراك هون دوت ام بي 3 اللي هو موجود هون، اسيتس اوديو تراك هون دوت ام بي 3 وتراك تو دوت ام بي 3، حطينا مسار هون اسيتس سلاش اوديو سلاش تراك تو دوت ام بي 3. هاي الباكجين نزلناه هون، هلا عملنا سيف بالمين دوت دارت. هلا هلا هو بننزل هدول التراك 1 والتراك 2 ام بي 3 بننزلهم من هذا الموقع فينا اسمه freemusicarchive.org، الرابط حيكون اسفل الفيديو، فينا ننزل هدول فري بننزل اي صوت بدنا اياه. بنروح على الكود، بنروح على الكود بنعمل امبورت، امبورت material.dark اول شي material.dark، تحت نعمل import للflame audio، flame audio اللي ضفناها flame audio، flame audio دوت بهالشكل، flame audio الباكج اللي ضفناها هي flame audio دوت. هلا نعمل import كمان لل، وهلا بكفي هدول، هلا بكفي هدول، نعمل void main، void main قوسين، نعمل قوسين كمان run up عشان نشغل تطبيق الفلتر، run up نسمي الويدجت كيم ويدجت عشان يتعامل مع الألعاب، كيم ويدجت هالشكل. لاحظ ضف الفليم جيم دوت دارت للباكيج الفليم عشان يتعامل مع الألعاب، جيم ويدجت هي هاي ويدجت عشان يتعامل مع ألعاب الفليم. عنا بروبرتي جيم ونحط هون كلاس نسميها ماي جيم اوديو، ماي جيم اوديو من قوسين خلاص نقطة هون. الجيم ويدجت نعملها امبورت او ننشأها تحت. هلا الجيم ويدجت نعمل كلاس او ماي جيم اوديو، نعمل كلاس ماي جيم اوديو، ما في الايرور هلا ماي جيم اوديو اكستند من الفليم جيم، يعني ماي جيم اوديو هذا الكلاس عم يورد من الفليم جيم عشان يتعامل مع العاب الفليم، فليم جيم فليم جيم ويز تاب ديتكتور الشكل تاب ديتكتور. هلا هون لما من التاب ديتكتور ضاف الايفنت دوت دارت تاب ديتكتور هطلع وات اوفر رايد، اد اوفر رايد تحت فيوتشر، فيوتشر فويد، فيوتشر فويد اون لود الميثود اون لود عشان يحمل ال application او اللعبة on load on load قوسين async عشان نتعلم synchronization غير متزامن async تاخذين supported on load. supported on load اللي تحت بنعمل add override تحت هذا القوس الأول تحت override، هنعمل void on top of قوسين top of info
تاب اب انفو انفو من القوسين فليم اوديو فليم اوديو دوت بي جي ام دوت بلاي تراك وان دوت ام بي 3 هاي تراك وان دوت ام بي 3 مسار تبع تراك شوان دوت ام بي 3 حطينا هلا هون نشرح الكود والهون بال فون اون تاب اب تاب اب انفو انفو فليم اوديو هي اللي مشان يتعامل مع صوت بي ام جي يعني باك جراوند ميوزك بي ام جي اختصار لباك جراوند ميوزك دوت بلاي مشان يشغل هذا التراك وان ام بي 3 موجوده هون حطينا المسار تبع التراك وان ام بي 3 لازم نعمل ران فلتر ران داش دي كروم طلع عم دران هلا زمنك بس مثلا اي شاشة السوداء زمنك بس هلا عزل الشاشة طلع لي تراك تو غيرنا المسار للتراك تو ام بي 3 لازم نغير الدق هلا هلا لازم كبير هذا غير